يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. والتي كانت لهم ستة عقود ونصف بسنواتها وشهورها وأيامها على الملحمة الخالدة، وعلى واحدة من أمهات المعارك الحاسمة التي شهدتها هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن ذات 26 أبريل من سنة 1958، والتي ستبقى وسيبقى التاريخ يذكرها والأجيال تستحضرها والوطن يحتضنها في ضميره الجماعي ووعيه الذاتي. مثل هذه المحطات لتعزز الشعور بالانتماء لهذه الأرض الطاهرة والاعتزاز بالوطن لأجيال الشباب، وتوقد في نفوسهم شعلة الحس الوطني لينخرطوا في مشروع التجديد ويساهموا بإرادتهم الحضارية في استكمال معركة البناء والتشييد تروي إحدى معارك الحرية والشرف. فما أحوجنا اليوم للتحلي بإرادة هؤلاء الرجال والأخذ من معين إيمانهم وصبرهم وصمودهم ونكرانهم للذات في سبيل تحقيق حلمهم وحلم كل الأجيال.